جماهير الدوري الأمريكي تنتقم للاعب النصر كريستيانو رونالدو، ورونالدو بدوره في عالم آخر على مقربة من الجنة في البحر الأحمر. والجوارب تؤجل لقاء لمدة نصف ساعة في الدوري الإنجليزي للسيدات تحديداً. يبدو أن جماهير ناشفيل الأمريكي أحبت أن تساند نظيرتها في النصر السعودي، فبعدما عانى كريستيانو رونالدو من المشجعين الذين كانوا يهتفون مراراً وتكراراً ميسي ميسي من منافسي النصر بالدوري السعودي، جاء الدور على الغريم الأزلي ميسي ليتذوق من الكأس نفسه، إذ قررت جماهير ناشفيل أن تهتف في وجهه رونالدو رونالدو، وذلك خلال مباراة ناشفيل وإنتر ميامي ضمن كأس أبطال الكونكاكاف. رد ميسي جاء على شكل هدف ساهم في فوز فريقه باللقاء. ميسي عملي. نبقى مع أخبار رونالدو الذي اعتبر نفسه اليوم على مقربة من الجنة في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتمشى بمحاذاة البحر رفقة أبنائه. المكان الساحر ليس في المالديف بل في البحر الأحمر، وتحديداً في أحد المنتجعات السياحية بين الجثمان الرملية والجزر الزمردية والجبال البركانية قبالة السواحل السعودية. المنطقة تضم مجموعة من المنتجعات الفاخرة وتوفر للزوار فرصة للاستراحة والنقاهة، وهو الأمر الذي تمتع به رونالدو. أما لمحبي المغامرات والغوص والسباحة فلكم ذلك أيضاً في نفس المكان. سيطرت مسألة الجوارب على لقاء تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي للسيدات. المباراة الحدث تأجلت لمدة نصف ساعة على ملعب ستانفورد بريدج بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين البيضاء تحديداً، ما أجبر الفريق الضيف على زيارة سريعة لمتجر الهدايا الخاص بتشيلسي لشراء لون آخر من الجوارب، فاستقر أرسنال على جوارب داكنة اللون وألصق عليها شريطاً فوق شعار صاحب الأرض، وخسر في النهاية بعد كل ذلك.